التلفزيوني بلادي. نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج الأبراج عبر شاشة قناة أوغريت وأيضا أثير إذاعة أمواج إف إم. تحياتنا للجميع. اسمحوا لي بالبداية متابعينا رحب بضيفتي داخل استوديوهات أمواج إف إم السيدة فريال إبراهيم خبيرة الفلك والأبراج والطاقة. صباح الخير ست فريال. يسعد صباحك يا صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم 8 آب، شو بتخبرينا عن حركة الكواكب وتأثيراتها بشكل عام على الأبراج؟ يسعد صباحي كل. اليوم فينا نحكي من مبارح، كنا يمكن ما في قبل أسبوعين تغيير بموقع الكواكب. طبعا كوكب عطارد مع كوكب المريخ اثنيناتهم عم يتقدموا، اثنيناتهم في العذراء يعني في برج ترابي، يعني الأبراج الترابية هالفترة منيحين كتير، أحسن بكتير إذا هن بدين، يعني إذا وصفوا الطاقة اللي عندهم بشكل إيجابي كتير أمور تمشي مثل ما بدهم وأحسن. بس التعبان شوي يعني عنده تأجيل، عنده مراوحة في المكان، عنده شوية هيك نوع من الإشمئزاز، يعني ما عم تمشي أمور مثل ما بدهم. الجوزاء صحيا ينتبه يا جوزاء، فأنت تعبان كتير نفسيا. الميزان كمان شوي، والحوت. فهني أنا بتوقع أنه أو فيني أحكي كل هدول 3 أبراج، يمكن المحيط اللي حاولين هن سبب هذا، المحيط هو سبب في الإزعاجي، فهن حاملين مسؤولية أكتر، طلبات أكتر، يمكن نق نوع من هيدا اللفظ نحن نستخدمه بين بعضنا، إنه حدا عم ينق علينا، عم يطلب منه أكتر من اللازم، فهن تعبانين فعلا نفسيا. بالإضافة لكوكب الزهرة طبعا في موقع تراجع في برج الأسد، يعني في برج ناري، يعني الأبراج النارية كمان عندهم شوية يعني هيك مزاجية أو نوع من المزاجية. على كل حال ما في شيء سيء أبدا. اليوم 8-8، فهالرقم أنا بعتبره إتمام لأكتر، يعني كل واحد فينا لازم يصير عنده إتمام لقصة، إن كانت حسم إيجابي أم حسم سلبي. أنا بعتبر الحسم هون بيكون بموقع كتير إيجابي للشخص اللي بده أو اللي عم يسعى لنتيجة هالحسم. إن كان سلبي بيرتاح، وإن كان إيجابي بيحقق شيء حلو كتير بحياته. أتمنى الأخبار كتير تكون منيحة إن شاء الله للجميع. إن شاء الله يا رب. رح نصبح أول أبراج هو برج الحمل. نقول يسعد صباحك يا برج الحمل. اليوم انتبه كتير عندك هيك، عندك شوية قلق، عندك شوية تعب، كأن الميزانية تعبتك. حكينا شوي من شوي إنه الأبراج النارية شوي مو كتير أمور المالية متيسرة أو ما سيولي ما في بإيديهم. فاليوم الحمل عنده شوية قلق، تشويش، كأنه مطلوب منه أكتر من اللازم، فعنده حساسية زايدة. هدوء يا عزيزي، وبتمنى كتير كتير تنتبه من ردة فعلك أو من ألفاظك. برج الثور، صباح الخير يا برج الثور. اليوم للتجديد للتغيير، كأنه عندك هيك شيء جديد بدك تنقل خطوة، تنقل مثل ما بيقولوا قفزي، أو تغير مسار تفكيرك أو مسار عملك. فاليوم إيجابي أنا بعتبره للثور، بالإضافة أن القمر اليوم عنده عاطيها الطاقة، عاطيها القوة، عاطيه يعني كأنه هيك عنده قوة تصميم. مقلب العادي، فصل لفترة الثور تعبان، يمكن كان عنده مشاكل عائلية بعتقد أنه بلش يحلها أو بلش ينتهي منها. فاليوم الثور المحيط اللي حوله على عكس الأيام الماضية داعمه وعطيه شحني هيك من التألق والنجاح. فكمان اليوم الثور لازم كتير يستغل كأنه الحظ حليفه، ويستغل هاي الفرصة ويستغل ساعات اليوم ويخلص كل شغله. برج الجوزاء، صباح الخير يا برج الجوزاء. مانك مرتاح، صاير فيك بتحكي هون مانك خالص، بتحكي من هون وخالص، كأنك حاطينك شاهد على أحد الطرفين، والطرفين غاليين عليك كتير كتير. ما عم تحسن تخلص من الإحراجات، أو إنه إذا حكيت صح ماني خالص، إذا حكيت غلط ماني خالص. فعن جد اليوم أنا كتير كتير هيك واجعني قلبي عليك يا جوزاء. بتمنى كتير كتير تلتزم وتعرف الكلمة محسوبة عليك يا جوزاء، يعني لو حكيت أنت من شاني فأنا عم بحسبها عليك أو عم باخدها ممسك عليك. انتبه من هالناحية، وانتبه من المحادثات اللي بتصير بينك وبين أحد الأطراف اليوم. انتبه كتير يا جوزاء مشان ما نخسر حدا من حبه. سرطان، صباح الخير يا برج السرطان. اليوم طاقته عالية، عنده مرونة، عنده لباقة، هيك بعد فترة مرت يومين ثلاثة ما كتير كنت مرتاح، كان عندك تشويش. اليوم عم تمارس هيك اسلوبك بالكلام، لباقتك، لطافة عم تنشر على حولك، فانت اليوم ملك للقاعدة او للموقف. فاليوم انا بعتبره ايجابي لبرج السرطان.
صباح الخير يا برج الأسد، اليوم قلق مان ومرتاح مزاجي. خليك متفائل شوي يا زلمي، يعني غير هالنظرة كأنه عندك لا لا لا، يعني كله هيك سلبي 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 اليوم من الصبح، مانك رايق. انتبه اليوم ردة فعلك أو من ألفاظك اللي ممكن تردها بطريقة هيك عصبية وما أنا مزاجك فيها مرتاح. فاليوم احذر أنك تختلف مع الشريك، انتبه يا أسد. برج العذراء، صباح الخير يا برج العذراء، اليوم كأنه الاعترافات أو حدا هيك عم يعترف لك أو أنت عم تعترف إن في غلط أو إن كان في تقصير أو كان في عدم اهتمام أو نوع من التبرير. فاليوم العذراء أنا بعتبره اليوم قوي الحجة وقادر إنه يبرر موقفه، وبالمقابل هو رح يتقبل أعذار أو عذر للطرف الثاني. فاليوم أنا بعتبره إيجابي لبرج العذراء. برج الميزان، صباح الخير يا برج الميزان، اليوم أحسن، يعني مريت بيومين ثلاثة حسيت حالك إنك لوحدك بغربة، ما حدا يعني هيك أكل همك، ما حدا مهتم. فاليوم العكس، اليوم كتير عملت هيك عندك شعور إنه أنت سعيد أو عندك مناسبة عم تحضرها، عندك فرح، عندك أوقات كتير حلوة. فإن شاء الله على طول يا برج الميزان، فاليوم كمان برج الميزان أوقاته كلها إيجابية بإذن الله. صباح الخير يا برج العقرب، العقرب ما أنا مرتاح أبدا. العقرب إذا أنت ما دورت على أسلوب أو طريقة ترتاح فيها، ما حدا يعني ما حدا أكل همك يا عزيزي لحتى يريحك يا عقرب. حاول، يمكن أنا رميت ونصحتك أكثر من مرة، برج العقرب لازم هالفترة هيدي يعتمد على شغلي، على حاله، على نفسه، إنه أنا بدي أشتغل أو بدي قدم أو بدي لبي أو أنا لازم ساند، بس بدون مقابل ولا تحسبه. فإذا أنت حسبتها أو انطرت مقابل فبدك تطلع خسران وبدك تنصاب بخيبة أمل. اليوم العقرب ما أنا مرتاح أبدا، خفف، خليني تك سليمي يا ابن الحلال. ممكن أنا أكون عم أطلب طلب شوي صعب، يعني عم يصير حواليك يمكن واضح وعم يخليك دائما هيك بموضع قلق، فانتبه على صحتك. لأنه الصحة بهالفترة هيدي لبرج العقرب كتير ضرورية تكون سليمة. أتمنى لك الخير يا عقرب. برج القوس، صباح الخير يا برج القوس، اليوم كتير عنده شغل ضغط، ما تشتغل شيء على حساب شيء أو تأجل شيء على حساب شغل تاني. فأنا بتمنى اليوم تحاول تخلص كل أوقاتك، مع أنه المجال مفتح لك وعندك فعلا نوع هيك بيقولوا أنه الحظ معك، لا مو ضروري يكون معك بكل شيء بس أكثر الأحيان معك. فحاول خلص شغلك والتزاماتك بتكون كتير مرتاح للأيام اللي جاي. برج الجدي، صباح الخير يا برج الجدي، اليوم كأنه اليوم عنده محاولة للمغامرة برج الجدي، كأنه هيك طلعت بباله فجأة أنه لا أنا ما لازم ضل ناطر 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 أو شيء، أنا عم أسعى لموضوع، لازم أنا أخطي خطوة جدية أو نوع من المغامرة. فاليوم أنت بتغامر بإذن رب العالمين، بتنجح النجاح حليفك. قوي قلبك يا جدي وبعد شوي عن التشاؤم، وحط في بالك أنه أنا لما بسعى رب العالمين بيكون معي، وإن شاء الله يا رب العالمين اليوم تحقق شغلة كتير منيحة. برج الدلو، صباح الخير يا برج الدلو، اليوم مزاجي برج الدلو مانو طايق لا يسلم على حدا ولا يستقبل حدا وحتى ولا يروح عند حدا. معلش خليك اليوم لوحدك يا دلو، أنا بنصح كتير كتير برج الدلو اليوم يضل لحاله، ياخد إجازة لنفسه، يختلي بحاله، يحاول هيك يروع عن نفسه منه لحاله، لأنه إذا ولا بده التقى بحدا ممكن كتير كتير يكون في مشاحنات أو معاندات، وكأنك عم تدور دوار اليوم على المشاكل يا برج الدلو، فحاول تهدى. برج الحوت، وآخر الأبراج هو برج الحوت، صباح الخير يا برج الحوت، اليوم عندك جديد، عندك نية لخطف كتير منيحة، كأنك ناطر خبر بسفر أو قضية خلصنا منها أو مشكلة خلصنا منها أو شغلة أنت عم تسعى لها من فترة، وإن شاء الله يا رب العالمين اليوم تسمع عنا خبر كتير منيح، وكأن شغلتك قضية قانونية، إن شاء الله يا رب تكون لصالحك، وبالآخر كل واحد منا ياخذ حقه إن كان مادي أم معنوي. بتمنى الأخبار الحلوة والخير لكل شيء عم يسمعنا إن شاء الله يا رب. الحظ السعيد للجميع. ومواليد اليوم، مواليد 8/8، شو بنقول لهم؟ 8/8 هيدي أنا هذا مولدها اليوم. هالفترة اللي مرت هيدي حس بحاله أو هو كان بموقع يمكن لطش كفوف أو خيبات أمل أكثر من خيبة، حس بحاله إنه قدم شيء لحدا ما بين فيه،
كل هالأمور حس فيها، لكن إن شاء الله يا رب من هون لحتى يختم السنة عنده إتمام أكثر من موضوع. ورقم 8 أنا بعتقد عنا يعني إذا بنفسره أو ندرسه أو نوصفه هو الإتمام أمر ما، يمكن عنده وضع مادي أو خلاف مادي حول الشيء هو عامل هو وحدا شريك أو فل، إن شاء الله الأمور بتصير لصالحه 100% يا رب العالمين. وكل واحد منا برجع بقول إن شاء الله يا رب ما يضيع حقه وما يضيع تعب لحدا من كل شيء عم يسمعني. إن شاء الله يا رب الحظ السعيد للجميع. أكيد بعد الفاصل رح نبلش مع مشاركاتكم واستفساراتكم مع السيدة فريال. نبلش مع المشاركات. فؤاد ابن فاطمة 11 أيار 96 عم يسأل عن حظوظه بشكل عام والصحة تحديدا، تكرم عيونك يا فؤاد، تحياتنا لك. فؤاد ابن فاطمة عم يسألني عن بشكل عام يمكن أو عن الصحة تحديدا. فؤاد برجك الدلو، من شوي حكينا انه هالفتره هي تعبان الدلو، يعني مزاج ما في شيء ابدا سيء، بس كانه هيك عنده تاجيل او تسويف او انه كان موعود بشيء فهو انصدم بالموضوع او تاجل عنده ايا كان. حاول دير بالك هالفتره على صحتك، ما تستهون باي وجع، ابعد الشر عنك، ما في شيء سيء برجع بقول لك، بس برجك الدلو. والدلو هالفتره موقع الكواكب بالنسبه له، يعني الحظ ما عم يحالفه، الخطوه ما عم تكون ناجحه من اول مره، بدو أكثر من محاولة. وأنا بنصح برج الدلو دائما وأبدا يعتمد على نفسه، بيكون أفضل وسيلة لأنه ينجح بأعماله. بتمنى لك الخير يا فؤاد. إن شاء الله يا رب الخير للجميع. أيضا هبة بنت نادية مواليدة 22/2/88 عم تسأل عن التوافق مع صالح ابن هند مواليده 6/7/1986. هبة نادية ألف تاء مربوطة مع صالح ابن هند، توافقه إذا في خطبة قريبا. نادية مربوطة؟ أيوة تماما. هبة عم تسألني إذا في توافق بين أبراج، بين برج وبرج صالح، برجك الجدي العاشر يا هبة وبرج صالح الثامن عفوا، فكتير في توافق ان شاء الله يا رب. بتمنى لك الخير ويا رب تتملك على خير. وهو برج العقرب مائي وانت ترابيه، فالماء كتير او التراب بحاجه للماء، فكتير في توافق، وخصوصا اذا وجد عنصر تفاهم وعنصر حب. وما تخلي حدا يدخل بينك وبينه يا هبة، فكتير بتكوني مرتاحة وقادرة تمشي مثل ما بيقولوا العربي مثل ما بديك. وفعلا بتمنى لك الخير يا هبة، في توافق يمكن فيني نقول يعني ما رح بالغ بس يعني 99%. إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله يتم لك على خير إن شاء الله يا رب. أيضا عنا علي ابن رويدة 12/11/93 عم يسأل إذا في توافق مع ريتا بنت آمال 8/6/93. علي أنا من باب توافق أبدا ما بخبي، لا ما في توافق أبدا، في نوع من الفزية العصبية الدائمة، أنت هو هي هوا وأنت ناري، في كأنه تعتبر أنه أحيانا إلى تصرفات تستفزك، هي ما نقاز تستفزك أبدا، بس دائما وأبدا الهوا بيطير النار أو بيشغل النار، أو هي قادرة أنه تستفزك بأي كلمة بتحكيها أو أنت بتعتبرها نوع من الاستفزاز. أنا برأيي لا ما في توافق أبدا. نختم مع مايا بنت ريم مواليدة 1 أيلول 2004، حابة تعرف عن الدراسة والارتباط.
مايا برج الثور الثاني. دراسيا ان شاء الله يا رب العالمين بكون نجاح حالي، بتمنى لك الخير. عاطفيا في عندك شويه فشل او انت مانك ناجحه فيها، يعني ما بعرف، انا بعتبر برج الثور الانثى تحديدا فاشل عاطفيا، ما عم تزبط. ديري بالك يا مايا، ما توثقي باي حدا، لا تخوني حدا ولا توثقي بحدا، يعني خليكي دائما وابدا كل شيء يكون لك، كل شيء واضح. دائما العلاقه درسيه اكثر من هيك الدقه، ما تكوني هيك يعني ماشيه على مثل ما بيقولوا بدون ما تكون واضحه الامور، دائما وابدا درسيه. بتمنى لك كل خير يا مايا، وان شاء الله الامور بخير. ساعتك صغيره انا برايي، هدي وخليكي رايقه كثير وكل شيء بيجي لعندك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب الحظ السعيد للجميع. بدي اتشكرك السيده فريال ابراهيم، شكرا، خبيره الفلك والابراج والطاقه، يعطيكي الف عافيه يا رب. الشكر موصول ايضا لكل متابعينا عبر شاشه قناه اوغريت واثير اذاعه امواج اف ام. تضلوا بخير يا رب، باي باي. I'm much better.